مع تواصل الصراعات والتوتر الذي بات يطبع العلاقات الدولية، تزداد رغبة الجزائر في فرض نفسها كوسيط محوري لتحقيق التوازن في السياق الإقليمي والدولي الراهن، وهو ما حدث من خلال السياسة التي انتهجتها الجزائر بالبقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف والسعي لخلق حلول سلمية للأزمات الراهنة. تصريحات سيد رئيس الجمهورية بأن الجزائر لها كل الاستعداد في أن تقوم بوساطات وأن تعيد بعث العلاقات الدولية المتوترة هنا وهناك، فهذا يؤكد بأن هناك حظوة أو هناك ثقة تحظى بها الجزائر لدى العديد من الشركاء داخل المجتمع الدولي. الجزائر وطيلة السنوات الماضية سعت لحل مختلف الملفات الإقليمية والدولية العالقة، وفي مقدمتها الملف الليبي والمالي، وكذا إصرارها على الدفاع عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية. الدور المحوري للجزائر إقليميا بات واضحا للعيان، إذ أصبحت عديد الدول تعول على دبلوماسيتها الفعالة للوصول لحلول سلمية تضمن تجاوز التوترات والأزمات الراهنة. الجزائر استطاعت بأن تبعث من جديد قضايا وملفات أريد لها أن تطوى وأن ترمى على رأس هذه القضايا، القضية الفلسطينية وقضايا الشعوب التي تبحث عن استقلالها وعن تقرير مصيرها. فهذا الثبات الجزائري والاستماتة والمرافعة الدائمة والدفاع المستميت على هذه القضايا التي أعيدت إلى الواجهة الدولية، هذا يؤكد بأن هناك ترجمة حقيقية لهذه المواقف ولهذه المبادئ. فالقضية ليست قضية تصريحات كما يراد أن يسوق البعض، وإنما هي تصريحات تتبعها تأكيد وترجمة على أرض الواقع. من المحور الإقليمي إلى العربي والعالمي، لا زالت الجزائر تراهن على طرحها الدبلوماسي في التعاطي مع التفاعلات العالمية، وهو الطرح الذي كان محل إشادة من عديد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.